واهلا فيكم في حلقه جديده على قناه اليوتيوب. ان شاء الله تكون الحلقه الماضيه عجبتكم. في هاي الحلقه راح يكون في مفاجاه، انتم بتعرفوا المفاجاه بس هي مفاجاه بس اوكي. بهاي الحلقه راح يكون في بطوله ريد بول كار بارك دريفت، البطوله اللي انا من زمان بحلم في هاي البطوله اني اخذ فيها مركز اول، وان شاء الله هاي البطوله راح احاول اركز قد ما بقدر اني اخذ مركز اول. والحلو بالموضوع اني راح اكون مشارك على متن تويوتا جي تي 86. كراج ان ام كي بيرفورمانس، راح ندخل سياره على الكراج عند صبري ونبلسي واحمد بيزو، نشيك على امور السياره، نغير لها زيت، نشيك على كلتش، نشيك على الجير، بعديها بطلعها على الداينو، نشيك على عياراتها، بعديها راح نطلع على الحلبه اتدرب على السياره لاني ولا مره بحياتي سكتها، فان شاء الله تكون امورها تمام وما نواجه اي مشاكل. على الكراج. اول شيء وهم شيء بنروح عند كلبوني ارديكا الفخمين، صرني تقريبا باخذ من عندهم زيت من 5 سنوات تقريبا اول ما بلشت بالدريفت عند صديق رمزي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. هاي المعلم رمزي نور والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. اشبرا الزيت اللي انا باخده ارديكا 1060، هذا عم بحطه تقريبا من اول ما بلشت رياضه الدريفت على الالتيما على البي ام على الجي تي 86. احسن زيت صراحه للموتور 2J وال1J وبستحمل الحم وكل شيء والله يا رمزي. وهي جبنا حفله زيوت من ارديكا للسياره، عندنا هون 1060 زيت الموتور، وفي عندنا هذا ال 75-140 تبع زيت الجير، هاي عليها لانه دوك بوكس الجير تبعها، وجبنا انتي فريز وجبنا كمان زيوت بريك 1 2. غير زيوت السياره هلا، بعديها راح نطلعها على الداينو، عملنا تنظيف للبخاخات وغيرنا فلتر بنزين عشان تكون السيارة كل أمورها تمام على الدين. هاي اللحظة أنا بسميها لحظة الحقيقة، طلعت السيارة على الداينو، أول شيء بدي أعمل رن زي ما هي أشوف كيف وضع السيارة، أهم شيء نطلع على البنزين الـ AFR، نشوف إذا الفولتية بتنزل، نشوف إذا في طرمبة خربانة، بخاخات مسكرين، هاي الشغلات كثير مهم نعملها قبل البطولة عشان ما نواجه أي، يعني نحاول قد ما نقدر نختصر مشاكل تصير بالحلبة. السيارة هلا أحمد راح يربطها من تحت، العجلة الأمامية بوقف قدام، والعجل هذا بيكون يمشي على الداينو. وهون ببين عنا قراءات AFR، كم حصان، كم بوست فاتح السيارة، ببين عنا كل التفاصيل. فأهم إشي بعيد وبكرر، السيارة تطلع على الداينو وتتشيك عليها قبل أي بطولة دريفت. Mm-hmm.
هاي طلعنا سيارتي على الونش، هلا رح نروح على الحلبة نتدرب، اشوف اجرب السيارة لأول مرة رح اسوقها، ان شاء الله تكون امورها تمام عشان نكون جاهزين للبطولة. انا جاي اخذ هاي السياره تويوتا جي تي 86 من مركزيه تويوتا، راح تكون معنا خلال هاي الفتره فتره البطوله، راح نجرب السياره اعطيكم راينا فيها. السياره اهم شيء انها جير عادي، شيء مرتب، وهي اخذت تويوتا جي ار 86 2023، اهم شيء انها جير عادي. حاليا في الطريق لحلبة البحر الميت، السياره صارت واصله، الشباب هناك هلا حيكون في فحص فني. هي وصلنا حلبة البحر الميت، حاليا احنا بنعمل اول شيء فحص فني للسياره، فحص فني للبدله اللي بكون لابسها وللهلمت. هاي السياره تبعتي وراي تويوتا جي 86، اجواء شيء مرتب البحر الميت، الجو مش كثير سيء صراحه، يعني حيبلش الايفنت الساعه 9 بكره، راح يكون جو كثير منيح. وهي كل سيارات المتسابقين، حاليا عم نفحص السياره. اول شيء بنعمله بفحصوا اذا في اي تهريب زيوت، بفحصوا البدله، هاي البدله هاي تاريخ انتهائها وتاريخ تصنيفها، وبفحصوا الكفوف والخوذه، وهلا عم بفحصوا هون تانك البنزين، وانا بحطه اذا في اي ملاحظات. شو عندنا ملاحظات اخويا؟ خلفي العزل. عزل ايش؟ الفاير وول. اوكي، بده تسكير الفتحات هذول. اوكي، بس بالهذا الشفاف الجزء صح؟ هاي المقاول. اخر مره المهندس ما خلناش نعرف نفتح الباب. هاي نفس الغلطه طلعوا. دقيقه لا والله هاي المره مهندس دقيق. في السيارات، وهي خلصنا من الفحص الفني الحمد لله، امور السيارات تمام، وهي السياره ورانا، حطينا الخيم وحطينا كل الاغراض، ان شاء الله تكون جاهزين للبطوله بكره. هلا راح اروح البيت اتدرب على السيميليتر نرتاح، ونضل طالعين بكره ان شاء الله على البطوله، يا رب نجيب مركز اول. يا اخوان هاي البطوله انا يعني بحلم فيها من وانا صغير، فان شاء الله يا رب ناخذ مركز اول في هاي البطوله. وهي اجى يوم البطوله، حاليا احنا في حلبه البحر الميت، جهزنا السيارات، هلا كمان ساعه راح نروح نشوف الحلبه، وراح نعمل اول جوله تدريبيه لكم متسابق، راح يكون في له جوله واحده تدريبيه، بعديها راح يبلش السباق. يا رب نجيب مركز الاول، هذا يا اخوان حلم من احلام حياتي نجيب اول في ريد بول، ان شاء الله هاي المره تكون من نصيبنا. حاليا هلا عم بمشي بالتراك، بلش ثمانيات، في عندك الجيت الاول هون، الجيت الثاني هذا، بعديها بنفوت من تحت هذا الجسر، بنفوت على البنجلم اللي هو الكلمة بوينت البالون، هي هناك، بعديها بنفوت في عندنا اتش، عندك هون بوكس، بوكسين، والاتش والحلزونة. وحاليا هي عبد الفغالي عم بعطينا الاساسيات اللي رح نمشي عليها والنقاط وكل تفاصيل الحلبة. هاي الكلمة بوينت. لازم نحطها تخوف. تبع هيدي
السجمنت كله اللي انتوا هتاخدوا هالنقط هدول كله بدها تكون بيرفكت دريفت من تاني جيت. الو ضربناها بس نعمل ترانزيشن منا فوتي لا قلب ال11 يعني وقت انتوا تعملوا بريك. هلا اجى دوري بالتدريب، هلا راح انزل جوله تدريبيه البس البدله وان شاء الله يا رب تكون جوله منيحه السياره ما يكون فيها اي مشاكل ونبلش السباق. كان عندنا مشكلتين. اول شيء بالتدريب اكتشفنا انه الازاز هذا كله عم بيعمل دخن جوا السياره ففكناه كله وانا على الستارت السياره صارت تتقطع وخبص طلع هاي علبه الفيوزات فيها فيوز عم بيضل يلعب اللي هو هيو هون حطيناها عليهم الزيق عشان يبطل يتحرك الفيوزات وان شاء الله هاي المره متزبط تكون اموره تمام. Oh!
خلصنا الجولة الأولى الحمد لله كان كل شيء تمام، بس ضربت كونين أتوقع أنه علي 5 بلنتي. إن شاء الله يا رب أكون تحت التوب 8 عشان نقدر نكمل السباق في مركز منيح. على اليوتيوب؟ طلعك على اليوتيوب؟ إيش شاكر؟ لما تصور أنا بدي أخذ على قناة كل ماشي. يوم أنا فيه ماشي وبتابع هون كل متسابقين هون الشاشة حاطين فيها كل جولات المتسابقين. السيارة خلعناها من ورا كسرناها للأسف، هسا فكينا السبويلر زبطناها إن شاء الله يا رب بس تكون تأهلنا كل أمور تمام. الحمد لله طلع نتائج الجولة الأولى، أخذت مركز سادس والمركز الأول أخذها فارس زرار. صراحة أبدع يعني، صراحة جد جولة كانت حلوة. هلا رح ننزل الجولة التوب 8 إن شاء الله يا رب إني أضبط وأركز ونجيب مركز. الحمد لله خلصت الجولة الثانية بالمركز الأول. يا رب إن شاء الله هلا بس نعمل جولة رايقة تكون جولة كتير منيحة نأخذ فيها المركز الأول إن شاء الله. مهي مروان على المسار على بدل الجي تي 86 مهي مروان. Yeah.
باعتبار نتائج لإعلان أبطال ريد بول كار بارك دريفت 2023. هو في المركز الأول وسيمثل الأردن في تصفيات البولكار بارك دراف بطولة العالم في دوحة قطر. المركز الأول البولكار بارك دراف الأردن 2023 بعد تكبيره مايك مروان. المركز الاول لمؤيد مروان. شرفت اليوم بوجودي معاكم احمد دعموس، نلقاكم دائما بخير. الى اللقاء، تصبحوا على خير واسعد الله الثانية. أخذت المركز الأول وبالجولة الأخيرة أخذت